هتتنطط علينا عشان غنيت اغنيتين؟ امال لو بيضيتي شويه ما بقاش غيرك انت يا سويد الكلب اللي يتريق عليا. انا سويد الكلب يا سويد القطه؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ مين؟ انا بديعه، بديعه والاجر على الله. بديعه؟ اموت واعرف ايه الابداع في ده. ده انا على كده رائع بقى. يا ولية ده انت الواحد يتجوزك وما يجيبش العفش والاساس. امال يجيب ايه؟ يجيب العفش وكريم الاساس. اموت في السمار المحروق. اخرس. يا طرف الصينيه يا ناشف. ايه ده؟ ايه النشفات؟ في صوت بره. مين؟ صوت خليل باشا، خليل باشا. بديع خليل بدعدع خلو، وحشتني يا خلو. انت اوحش يا بديع. سلام على الضحك المبالغ فيه. امال فين حرسك يا خليل باشا؟ معقوله يا بديع اجي كازينو بديع واجيب معايا الحرس؟ امال رجالتك فين يا روحي؟ طول عمرك راجل ديمقراطي. ديمقراطي؟ ايوه. الوطو اللي احنا بقينا فيه ده. ازيك يا بديع؟ اتفضل يا خليل باشا. يا سلام يا سلام يا بديع. ايوه. شمبانيا من عيني يا ست جواهر. يا سلام. تعال خد، تعال. يعني سايبك من الصبح يا كلب. ست جواهر، قلت بدل ما اخرج ساكت بدل سلام عليكم اجود. لا سلام عليكم وما اتجوزش، وريني. سلام عليكم يا ست جواهر. يا سلام يا بديعة، يا سلام يا سلام على معلش ما لقيتش الطويل، معلش. يا سلام يا بديعة على الذكريات. انا وانتي فاكرة يا بديعة؟ فاكرة. ودي أيام تتنسي يا خلو؟ يا فاكرة أيام الشام؟ طبعاً فاكرة، لما وقعت من فوق الجبل وقعدت أدقلب نص ساعة لما جتيتي اتهرت. الحمد لله مش عارفة إن أنا اللي زقتها. ولا أيام السودان يا بديعة؟ ياه، ودي أيام تتنسي يا خلو، لما الأسد فضل يجري ورايا وبعدين وقعت في النيل وفلتت من التماسيح بمعجزة. يا سبحان الله، فلتت ازاي؟ دي معجزة فعلا. أنا مش عارف، ذكرياتي دايما معاكي جميلة يا بديعة. ذكريات سودة يا خلو، ما تفكرنيش بيها. الحمد لله الحمد لله. وبالرغم من هذا فضل حبنا أقوى من الزمان، فضل حبنا أقوى من أي شيء يا بديعة. أحبك وأنت بتتكلم بالنحو يا خلو. أنت لسه بديعة، انت عندك شوية بتطلعيهم. يا سلام يا بديعة، لسه هتشوفيني في البرلمان. اما ادخل البرلمان واصول واجول واجلجل واتكلم باللغة العربية الفصحى واقول ان بس يا البرلمان بقى مليان عيال يا بديعة. أقف في وسط البرلمان وأقول إن الاحتلال الإنجليزي هو اللي هينقذنا من الاحتلال الألماني وهتلر. طب ليه كده بس يا خليل باشا؟ ده هتلر ده والنبي عسل. بس يا بنتي يا مفاتن، أنت إيش فاهمك في السياسة يا أختي؟ استني بس يا بديع، استني. إيه اللي عاجبك في هتلر؟ شنبه بس؟ لا، وكمان لو جه يخرج الانجليز من مصر. ما يخرج الانجليز من مصر والالماني يبقوا مكانهم يا بنتي. لا لا لا، هتلر ما يعملهاش، ده هتلر ده جدع. ليه يا حبيبتي؟ هو ابن خالتك؟ الله يا قبلتي. خلاص خلاص، عموما لا دول ينفعونا ولا دول ينفعونا، احنا مستحملين الانجليز
لغايه اما نخلص من الالمان ونخلص من الانجليز برضه. طبعا يا خلو، والعشره ما تهوش غير على ابن الحرام. هم دول البنات بس اللي عندك يا بديعه، انا دول هم اللي بشوفهم بقالي فتره. تعالي يا بنتي يا نوال. نوال احسن مضربه في الكازينو. تعالي يا نوال. اهلا يا نوال، ازاي؟ الحمد لله. وانت مطربه بتغني قديم ولا جديد؟ لا انا بغني جديد، ماليش في القديم. ما هو الجديد هيبقى قديم لان احنا زمان طبعا. ها، تحبي تغني لنا حاجه انا وبديعه بمناسبه حبنا؟ طبعا، من عينيا يا قصه. قصه؟ يا طلع عليك يا خلو، انا القصه. ايوه. بس يا بديعه ما توتريناش بقى. ها اتفضلي. مادام تحبي بتنكر ليه؟ مادام تحبي بتنكر ليه؟ ده اللي يا حبي يبان فاني، اللي يا حبي يبان فاني. مادام تحبي بتنكر ليه؟ ليه 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 ليه؟ اللي عجبه صوت نوال يصوت لها على 14. برافو يا نوال، وعلى كده حافظه حاجه للانسه ليلى مراد. طبعا يا باشا. ثانيه واحده. اتفضل. يلا سمعينا بس يا ولد. سمعينا حاجة للآنسة ليلى مراد. أو سمعينا حاجة أطفال بقى يعني. ماليش أمل في الدنيا دي غير إن أشوفك متهني، حتى لقيت إني بعدي راح يساعدك يبعد كازينو مليان مواهب. شكرا يا نوال. شكرا يا باشا. شكرا. والله عندك حاجات جميله بالمناسبه دي، انا جايب لك معايا هديه يا بديعه. هي فين الهديه؟ الهديه شايلها جوه عندك. هي فين الهديه يا وليه؟ بقول لك جوه جوه يعني. تعالي معايا تعالي. ما تحضنيش بقى. يا عطيات يا عطيات يا بائعه السجاير، تعالي هنا. انت ايه اللي جابك من البيت؟ ما هو امي جات البيت والبيت متراقب، مش عارف اعمل ايه. ونزلت ازاي طيب؟ ما انا اتخفيت. المهم الواد اللي معاه الشنطه فيها منشورات جالك؟ لا والله لسه ما جاش. لسه ما جاش؟ ده وقت اتاخر قوي. طب بقول لك ايه؟ تعالى استخبى جوه. انت فاكره كلمه السر؟ الثوره هتبوظ بسببك. لا والله مش هتبوظ. هتبوظ. لا لا انا احمد جربها هيزعل مني. لا انا قطنيه. قول. امال ايه؟ كلمه السر حكوره. ايه؟ حكوره. ما تنساهاش والنبي. لا مش هنساها. هروح في داهيه. لا لا خلاص. تعالي. يلا بينا. حكوره حكلنا حكايه هتقلب حالنا حشونا حرام، حكوره حكلنا حكايه هتقلب حالنا حشونا حرام. خدوجه خليفه خطبها خليل ابن اخت خفاجه امان، والمهر بحته نتفت سته سبعه تمانيه تمام. ده المهر بحته نتفت سته سبعه تمانيه تمام. ده المهر بحته نتفت سته سبعه تمانيه تمام. وبنسال صالح فالح قال بصراحه انا معرفهاش.
امال مين اللي هيستلم مني الافيون؟ الست سكينة الساكنة في السكاكين سرقها سليم، الست سكينة الساكنة في السكاكين سرقها سليم، وجليلة طريقنا جابوك انا معاها عجب افرح عليكم يا ترى يا هل ترى مين اللي هيستلم مني المنشورات؟ منشورات اهرام جمهورية؟ شوفونا ساعتها سقونا سليم، شوفونا ساعتها سقونا سليم، شوفونا ساعتها مستنيها حد؟ انت مستني حد؟ انا جاي اسلم الشنطة دي. انت بتتكلم كده ليه؟ معلش اصل انا متنكد. تقريبا هو انت اللي معاك الحاجات اللي هتعلي البلد؟ دي هتعلي البلد كلها. معاك الحاجات اللي هتخلينا مبسوطين؟ دي هتبسط البلد كلها وتفتح قدامنا طاقة الحرية. دي هتطقطق دماغ البلد كلها. طب كلمة السر ايه؟ حكورة. حكورة؟ هي تبقى هي دي الشنطة بتاعتي. بقولك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نفوق ونجيب الملك فاروق. انا مش عارفه الصوره عليهم حاجات غريبه الصراحه. شولح شم شبانه شبندر شدش ناب شعبان، شولح شم شبانه شبندر شدش ناب شعبان، شوار شمر شمروخ شريف شعيره شريف شنوان، شفهم شمون شرف انطح ابن شقيقه شم شمان، شفهم شمون شرف انطح ابن شقيقه شم شمان. انت؟ ايوه انا. هو ما تساله، ما هو قدامك اهو. جبت الحاجه؟ جبت الحاجه. جاب الحاجه؟ معرفش، اساله هو. حاجة حلوة ولا فيستك؟ الحاجة حلوة؟ طب ما تجيب حتة. عندك كلب؟ بيهوهو. عندك كلب؟ بيهوهو. عندك كلب؟ بيهوهو. عندك كلب؟ بيهوهو. يبقى هي هات. كلمة السر يا حدي. حكورة ما كل الناس بتغنيها من الصبح. حكورة؟ أيوة. صندوق برد عمر إيده قفش بعد ما عد خمس عدات. اجري يالا. حكورة حكالنا حكاية هتقلب حالنا حشونا حرام. حكورة حكالنا حكاية. يا بديعة الكازينو بتاعك فيه حركة مش طبيعية يا بديعة. ده زي الفل يا خلو، كفاية وجودك فيه. ايه ده؟ الليل بطوله ولا ايه؟ يا ربي هو ده ولا مش هو؟ زي ما قالي ابيضاني وعينيه خضر. هو بالذات. كلمة السر ايه يا ربي؟ كلمة السر، كلمة السر. في حاجة مش مظبوطة يا بديعة. ايوه يا اخوي. تعال نشوف الافيون. ايه ده؟ ايه ده؟ منشورات؟ منشورات ضد جلالة الملك؟ امال ضد المية؟ فين ياد الافيون يا؟ نتنصب علينا ولا ايه يا جدعان؟ نصبت عليا يا مسح الكلب. لو سمحت الشنطة اللي معاكوا فيها منشورات؟ لا فيها بيتزا. لو هي المنشورات يبقى دي بتاعتي ودي بتاعتكم انتوا. يبقى هي دي الافيون. ايه ده؟ حسن؟ حصى ضد جلالة الملك يا كلاب. اللي بيحصل عندك في الكازينو يا بديعة؟ مش عارفة يا باشا. تعال هكورة. هكورة حكى لنا حكاية حد يقلب حنا. كلمة سر انجل. لا انا ما بقولكش سمعني صوتك. هكورة مش عجباني، نغير الكلمة دي. يا حبيبي هكورة قاتل. يا عم عايزين نقول كلمة جديدة يا عم، انت كل مرة كده. معلش المرة الجاية خليه يظبط لك كلمة حلوة. يلا كل مرة كده. انا ماليش رأي في اي حاجة. معلش المرة انت جاي تطلع عقدك علينا. يلا انا عندي الضغط ما تقرفناش. ماشي يا عم. يلا حبيبي هكورة. انا اللي هختار كلمه سر المره الجايه. انا مش هاجي المره الجايه. يلا هكوره. خليل باشا. خليل مش معانا في الخطه دي يا جماعه. هو قاتل على طول. ايه ده؟ ماشي هكوره. خليل باشا. نعم. مش فاكرني يا خليل باشا. مش واخد بالي. اتخرست ولا ايه؟